مرحبا بي ماي جيست، مثل عليكم بحلقه جديده لليوم. واليوم ضيفتنا ماري تنحكي اكثر عن فصل الجفاف وفصل الترميم اذا فينا نقول قبل الصيفيه وقبل الشوب. عم نشهد هلا اكيد عواصف متتاليه، عم نشهد فيضانات على اوتوسترادات، وعم نشهد بنى تحتيه مهتريه بالبلد. بس كمان نحن واجباتنا انه مش بس ندل النق، نقعد ببيوتنا ونشوف في عواصف ونشتغل على وجهنا وعلى جمالنا حتى تجي الصيفيه نكون محضرين حالنا. اهلا وسهلا فيك يا ماري. نحن عم نسبح عفاك، نحن سبيحه صيف شتاء لما يتغير علينا شيء بالمره، يعني هالنورما خربتنا هلكتنا هلكتنا عن جد. الله يساعد الناس يلي فتت مي على بيوتها، يلي ما قدرت تنام ببيوتها، وخاصه يلي عندهم اطفال، عن جد الله يساعد فعلا الناس. والله يساعد هالنازحين يلي كان كلل كل هالبيوت الحديد بالثلج، وللأسف ما في دفا، وشفنا هالولاد بيحرقوا القلب وعن جد مجلدين، يعني ريت بيلاقوا حال بقى يرجعوا على على بلادهم تهني يرتاحوا، وكمان نحن نرتاح بذات الوقت. يعني شو بدنا نعمل؟ ان شاء الله عن جد دعان بلدنا دعان بلدنا فيهم، كل واحد بده يعصب بيجي بفش خلقه هون، حتى نور ما فشت خلقه لنا. بس قال هشلت قد ما طلعوا علينا نشرب لبنان. هلا تريسي تنشوف شو محضرت لنا ان شاء الله خير. اوكي، اهم الخطوات بهالفصل الجاف، بهالفصل المسقع كثير، لنحافظ على رطوبه البشره، شو هن؟ صحيح، شوف الانخفاض درجات الحراره اللي صارت وهالبرد وهالسقع، هالهواء المسقع يلي كنا عم نكون دفيانين ونطلع لبرا، هول كل هالامور هيدي كلها سقعتيني هلا عم بيأثر كثير على بشرتنا. صح، فبدنا نشتغل على هالموضوع، لان اكثر شيء تقلبات الطقس اكثر شيء بتأذي البشره اول شيء، لان هي دائما البشره معرضه، يعني الجسم بيبقى ملفلف دفيان، انما البشره هي بتنشف وبلده. فاذا اول خطوه بدنا نمشي فيها يلي هي بدنا نعالج هالجفاف، بدنا نحدد نوع البشره يلي هو انا بشغلي كشغلي انا بدي احدد نوع البشره لاعرف شو نوعها، لانه بفصل الجفاف كل نوع بشره عندها مشكلة. اوكي، هلا اذا بنحكي عن انواع البشرة وتأثير هالجفاف على كل نوع بشرة كيف بيكون؟ يعني البشرة الجافة، البشرة المدهنة، كيف؟ صحيح، شوفي اكثر بشرة بتتأذى هي بشرة الحساسة يلي عندها كوبروز على الخدود، اكثر شيء هيدي البشرة بدي نبه انه ينتبهوا لها كثير، خاصة اللي عندها كوبروز وبتقرب كثير على الدفا، بتحس انه خدودها احمروا هيدي الشغلة ممنوعة تقرب بكتير على الدفا. البشرة الحساسة وبدها تستعمل دايما كريمات ترطب بشرتها، ما تتركها تنشف، لأنه بتحس أنه بلش تتحك وبلش تنشف بشرتها. هيدي هالنوع البشرة كتير بدها انتباه. منروح إلى البشرة الدهنية يلي هي شوي أحسن من غيرها، بتضل تفرز الدهن وبتضل تساعد دافع، ولكن كذلك بدها انتباه تنظيف ووضع كريماتها الخاصة لإلها. منروح إلى البشرة الجافة، هونيك الجفاف وهونيك العذاب إذا كانت هالسيدة عندها بشرة جافة، بتدخن، بتشرب قهوة، بتشرب الكول، بتشرب يعني ولا مرة يعني فكرت انه تنظف بشرتها، لانه تنظيف هون المأساة، هون بتنشف بشرتها، بصير عندها نوع من الحكاك، بتظهر البقع البنية اللي بتبقى ديتاش موزعة كبيرة على كل البشرة، هيدي كلها أساسها هو الجفاف. أوقات وقت بتنشف إيدنا بتحسي إنه بلش يظهر بقع، هون البقع كله هيدا أساسه الجفاف البشرة. إذا أوقات بتلاقي عندك الحساسية بلشت بدرجة أو واحد، بعدين درجة تانية نوصل للأكزيما إلى صدفية، كل هالأمور هيدي المشاكل الجلدية سببها جفاف البشرة. طب أي نوع بشرة معرض أكثر من غيره بهالوقت؟ الجافة والحساسة كتير بتتأذى. الحساسة بتوصل لمطارح مثل ما قلت، يعني حرام، يعني ليه توصل لهالنقطة المشكلة الكبيرة. من رطب بشرتنا، من غسل بشرتنا، ما نتعرض كتير للدفا، لأنه هيدا الدفا، قصة الدفا والسقع هيدي مشكلة بتنشف أكتر. هلا احنا جا نحكي عنه، نحكي يعني يمكن في ناس بيقولوا أنا قاعدة بالبيت خلص مش رح أحط كريمات اليوم،
هي لازم تحط كريماتها حتى لو قاعده بالبيت. انه اكيد اكيد بدنا نحط كريماتنا بهالفصل الناشف. يعني قد ايه هلا وقت بتسقعي كم طاقه بتلبسي؟ صح. هالبشره بدا بفصل الصيف خففنا الكريمات، انما ببدايه هذا الفصل بدنا نركز على الكريمات والاكراه والتنظيف والماسكات والبيلينج والى ما هنالك. نعم. ماري، في ناس بيكون عندهم جفاف اكثر تحت العين، في ناس على الرقبه، في ناس على الصدر، كيف ممكن نعالج هالموضوع؟ المنطقة اللي أرق شي بتبقى تحت العين، تحت العين الرقبة والصدر. إمتى ببلشوا يبين عنا هالجفاف والتجاعيد؟ ببداية فصل الصيف، عندما منطلع منلاقي إنه إف صار عنا مشاكل هون ترهل. سببها هي عدم الانتباه ووضع الكريمات بفصل هيدا اللي نحن فيه هون. يعني لازم نستفيد بهالوقت عن جد. بدنا نستفيد، بدنا نستعمل كريماتنا مظبوطة. منبلش بالبشرة، منوقف لهون ومنخلص منوقف، بدنا ننزل للرقبة وللصدر لحتى نحميهم ونخلي هالجلد رطب. التشققات والجفاف بالمناطق الحساسة بكامل الجسم خاصة اليدين، يعني نحن هلأ كلنا إذا حدا هلأ بالي بيعمل هيك بالبيت بتحس إنه مقشب، أو في ناس بتشقق وبصير ينزل دم. بتعرفي شيء شو السبب هيدا اكثر؟ ما هو البرد والسقع، هو كثره الجل يلي مننظف. في كثير هلا انا بركز انه ننظف ايدينا لان الايد بتلقط كذا ميكروب بكتيريا. في كثير بيستعملوا جل، هالجل كثرته ما كثير بتستفيد. الهاند جل للايدين يلي هو بيزيد هلا بهالوقت كمية التشققات. مش قصة كمية، بتنشف، ما بعد هالإيد بتنشف، ببين عليها الترهل أكتر. منغسل أوكي يعني إنه مش كتير بهالشكل، الثلاث أربع مرات بالنهار. بدنا نكتر قد ما فينا ننتبه على إيدينا بهالتأس هيدا، ما يصير في عنا تشققات. منرجع للكرام إيدراتات يلي هو خاص للإيدين. مرة واثنين وثلاثة بدنا نزيد الكرامات بالنهار. كل ما غسلنا إيدينا بدنا نحط كريمات على كتره المي، والناس اللي ما بتنشف منيح ايديها كمان. المي اللي مسقعه بتاثر كثير وبتشقق كثير بتجرح، خاصه اللي بيشتغلوا دائما بالمي دوماج، لانه هذا بيبقى فيه له كرام خاص لحتى بهالوقت هيدا. بنبلش بالتشققات وبنوصل ل كثير خطير يلي هو الحساسيه. فاذا قد ما فينا نرطب ايدينا لو اكثر من اربع مرات بالنهار. نصيحه لحتى نضل ايدينا ما فيهم ترهلات ودبغات. اوكي، اذا نحكي عن كلف والتقشير العميق، بدي اذكر هون شوي قبل ما انقل للسؤال الثاني. عندك الكوع الايدين، الركب، الكعب، الاجرين، الكاحل، يعني ما عليه، بدنا ننتبه نحط لهم كريمات هلا قد ما فينا، قد ما فينا نرطب هالمناطق هيدي. صحيح. الكلف هلا بدايه الترميم، مشكله العصر، وما رح نحكي ونفوت ونقول شو اسبابه. اسبابه كثير يلي هو الوراثي، كذا 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 شغله. بدي بس ركز انه كيف فينا نعالج الكلف بهالوقت هيدا. هو اهم فصل تأس، هو هيدا نقدر نشتغل على الكلف. هلا انا رح احكي بخصوص الكلف كيف انا بشتغل بالتقشير. الكال اللي بتبقى كتير قوية رانا وبتجي لعندي، بنكون عندها ديزاكني، دي ترو، كلف، كل هالمشاكل اللي بتبقى مجمعة، دبوغات، كلها هون منفوت إلى التقشير العميق من بعد ما نعمل فحوصات دم، لأنه منا هينة قصة التقشير العميق. نحطها هيدي الكا إذا الكبيرة، منفوت بالتقشير العميق. إنما تقشير الخفيف أفضل بكتير. كيف بشتغل عليه أنا؟ من بناخد هالكلف، بنشتغل على الميكروديرمابرازيون، بننظفها، بنعطيها كريماتها القوية الخاصة اللي هي كريم الليل خاص لهالكلف. بيتبع البيلينج ثلاث مرات بالأسبوع، هي بتشتغل ببيتها مع الإكرام وكذا الكريم. يعني عندك ترتمة كل الشتاء لهالكلف يلي هو بيوصل درجة تفتيحه ل 60 أو 70%. أوكي. أفضل من التقشير العميق. التقشير العميق صحيح بيعطيكي بو نضرة وحلوة، إنما بده كتير انتباه. فخلينا نشتغل على الأشياء الطبيعية الناتورال، وبتفتح وبتكمل هالترتمان على طول. اللي عنده كلف بده تضل ماشي بالترتمان إلا ما يوصل وقته ويفتح وجهه ويزبط. ماري، في شي بديل؟ طبعا بديل هو الكريمات، تقشير بالبيت.
عندما بعطيها هالكريمات وبفحص لبويتها وبلاقي انه هالكلف بي 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 بيروح عن طريق التراتمون يلي عم بعطيها اياه. اذا اللي بدها تعمل تقشير عميق تدرس الموضوع كتير وتنتبه لهالموضوع. الموضوع اوكي. ميري انت بتعرفي انه نحن هلا بالاستوديو بعد شوي كل واحد بفل على بيته بنلبس جاكيت نطلع بالسياره. هل مرقه بين الاسانسور والسياره في مصفأ هواء نوصل على البيت سياره مسكره يمكن دوري فيها الشوفاج نطفي بنطلع على البيت تاكلنا وصلنا على البيت كمان في مصفأ هواء للمدخل البنايه بنكون مدورين شوفاج بالبيت نطلع لبرا زيت شيء يعني عم بيتعرض جسمنا ووجنا وايدينا لحراره سخنه وحراره مسقعه شو الحال قد ايه هالشيء ممكن ياثر على علينا هيدا بياثر على بشرتنا انما بياثر على صحتنا يعني نفوت اوبيتال دغري لانه طبيعي العالم كله اليوم جريب سعلي انه منا هيني هذه الشغلة كتير بدنا ننتبه لها. اول شغلة كتير هيني انه بدنا ندفى ما نطلع نقعد فوق الدفاية يعني انه هيدي القصص الدفى دفى دفى ومنطلع لبرا بشوفي هالبرد اليوم انه بتحسي مثل السكين البرد عم بيقصص. اذا هون بدنا ننتبه على صحتنا وبعدين بدنا نرجع ننتبه هون على بشرتنا يعني ما فينا ناخد نلف نسكر نغطي يعني ما فينا إيه اكيد بده يكون عندنا لبس نظهر فيه اسمك من ما تكون قاعدين بس اكثر شيء بيتعرض هي بشرتنا وايدينا بهيك وقت بدنا ننتبه لهم هون ننتبه على صحتنا كمان مش غلط يعني هلا البس كفوف مهلئين هلا وقتها هلا وقت الكفوف وقت انك تلفي شوي وجهك لحتى ما هل كثير بشع انه تنشف البشره ما بتلح بتلح ما بتعودي بدك تحكيها بدك تحسي اوقات بشره ناشفه بتعمل حساسيه يعني بيجوا لعندي اوقات عندي حساسيه ببشره جافه ما هي لانه ارض ارض تركيها ناشفه بتشوفيها فسخت وطقطقت بدنا نركزوا قد ما فيكم ركزوا على الكريمات ولكن مش حيالله كريمات صح تفحصوا بشرتكم بتحددوا نوعا من خلال اختصاصية بشرة وهي بتوجهكم إلى الكريم الصحيح صح يلي بالنسبة وشكم أحدث طرق لترطيب البشرة ومعالجة كل المشاكل الجلدية كتير. عند ماري عشان هيك فيكم تقصدوها بسانت ريارة ما هيك ليكي شوفي سانت ريارة أنت صح؟ سانت ريارة أوكي شايف طابق الرابع طابق الرابع ورقم التليفون تنذكر 03-859-143 أوكي شو الطرق؟ يعني حكينا اليوم... عن المشاكل شو بدنا كيف بدنا نحلهم؟ بدي اختصرها بشغلة واحدة من خلال من بعد خبرة وبتعرفي خبرتي طويلة يعني يعني اللي شفته واستنتجته مع الكريمات ودون التقشير العميق خليني على جنب عندنا شغله وحده وكثير عم نستفيد فيها وحكيت معها حكيت معك عن هالموضوع بالحلقه اللي قبل يلي هي الاكسجين الاكسجين عم بيفيد حب الشباب عم بيفيد الكلف عم بيفيد الطاش عم بيعطي نضاره للبشره مش معقول ران يعني ضخ الاكسجين من خلال المشين الجديده عم بتعطينا كل نتائج هاي المشاكل اللي حكيت عنها هلا حتى بترطب وبتعطي اكلال للبشره واشتغلنا عليها كتير قبل راس السنه وكانت نتيجيه ممتازه حلو هالنتائج الحلوه اكيد شافوها الستات بليلة راس السنة بعيد الميلاد انبسطوا بحالهم واهم شيء مش بس نعملها مره نحافظ على وجهنا نعمل عده مرات هالتريتمون عبر الاكسجين لانه فعلا بيرجع بيضوي الوجه بفتح المسام بدخل الفيتامينز المهمه لوجهنا تيرجع يعطيه النضاره يلي بيفقدها لعده اسباب من الشمس من الهواء من الماء من السقعه ومننا كتير اشياء وقبل ما نختم حلقتنا نحن وياك يا ماري خلينا نذكر كل المشاهدين اللي بلشوا يعملوا سكي اوعى تطلعوا على بيستات الارز او على حيالة بيست معينة انا بقول ارز لانه انا كل ويك اند فوق بلا اكرام يعني ما يعني مدام ما تحطي ميك اب وتطلعي يعني عن جد في كتير ناس التقيت فيهم حاطين ميك اب كأنه رايحين على تي في شو هالقد الاكرام اساسي لانه الشمس واطية ان كان عنا او غير مناطق لازم تحطوا اكرام خاصة للولاد الصغار يلي عم يعملوا سكي وتجددوا هالاكرام كل شوي لانه الشمس واطية وفي سقعة في جليد في تلج حواليك حتى على الايدين يحطوا مية اكرام 100% بقى بليز انتبهوا على هذا الموضوع لانه بيعمل كتير كلف عن جد ميرسي لهالمساج الحلو اللي وديتيه لانه ضروري 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 الاكرام ضروري يعني مش تنبسطوا بالبرودكتس يلي معروفين انه بنحطه على وجهنا وبنسمر
انه هلا عن جد يعني يا بتحرقوا وجهكم يا ما في ناس بيحرقوا وجههم بالسكي لانه بتعرفي على انعكاس الشمس على الثلج عم بيرجعوا علينا الريو بقى ما تحطوا هالزيت او ما تحطوا هالكريمات يلي معروفه انه بتسمر كثير تا تربحوا لنا انه حتخسر وجهكم حطوا اكرام واستفيدوا من اشعه الشمس صح ميرسي كثير عن جد اهلا وسهلا وبدي اوجه تحيه كثير لمشاهدين الصدى لان اجوا لعندي قبل راس السنه وكثير اهتميت فيهم وعن جد بعقدوا ميرسي لثقتهم فيي ميرسي لك وميرسي اهتمامك انا بعرف انه كل حدا بيزورك كانه انا اكيد بقى بشكرك على طول ونحن الناس اللي عن جد عندنا ثقه فيهم وبشغلهم بيكونوا ضيوفنا فمرسي لمشاهدين تلفزيون صدى اللي هن كمان بجننوا متابعينا على مدار 13 سنة بقى إن شاء الله بتدلوا بخير وتعيدوا بخير وبتقطع هالعواصف عليكم بتدلكم هون متجذرين يلا آخر كلمة آخر كلمة بنطلع حصرون يلا أهلا وسهلا هلأ حصرون بتجنن بيضة بتجنن بس ستوف داير عطول ناخد الإكرام معنا ايه بناخد الإكرام وناخد أوفين بيض وبطاطا خارج قاعدة صوبيا وشاميني ومنظر ولا أحلى عن جد السماء قريبة فوق أكيد. عن جد الدنيا كلها فوق بقى شرفونا أهلا وسهلا ناس فوق غير شيء صح كل الناس فوق غير شيء أهلا وسهلا فيك يا ماري شكرا لك وعلى وجودك معنا على كل النصايح اللي بتعطينا اياهم لكن stay safe وين ما كنتوا عم تكونوا اليوم عم نصور نحن بطقس معقول ومقبول ان شاء الله هالعاصفه ما كثير تكون اضرارها كبيره عليكم انتبهوا على حالكم وعلى حياتكم وما تعرضوا حياتكم للخطر ولا سياراتكم واكيد بكره بنلتقى بحلقه جديده مرسيلا هارز بلو ولا فولا بيوتي لاونج سوزي عائيه بكره حلقه جديده الى اللقاء